السلام عليكم حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد ان شاء الله. غادي نوجد معكم الفطائر ديال في الحشوه ديال الحوت والعجينه ديال المسمن. تابعوا معايا الطريقه، تابعوا على الفيديو حتى الاخير. بسم الله على بركه الله. هنا عندي جوج جبابن ديال الفرص، يكون فرص زوين، واحد جبانيه ديال الفينو، صافي، وشويه الملحه ومعلقه ديال سنيده ومعلقه ديال الخل ونص خمره حمراء. صافي، وكنجمع العجينه ديالي بالماء دافي، يعني كنخوي شويه بشويه وكنجمع العجينه وكندلك العجينه مزيان. صافي، ومن بعد ما كندلك العجينه، يعني خاصها تدلك مزيان. بعد ما دلكت العجينه غادي نحتفظ بها في بابي سيلوفان، وغادي نخليها تقريبا واحد ربع ساعة باش ترتاح. صافي، بعد ما جمعت العجينة ديالي غادي ندير معكم الحشوة. هنا عندي الرز، شارية صينية ديال الرز، غنكتفي غير بواحد الباكيه فيها جوج قطعات. هنا درت الماء حتى غلى، صافي، كنضيف في الشاريه باش تسلق، يعني كنخليها غير واحد 5 دقائق. كنضيف لها شويه ديال الملحه ضروري، صافي، وكنحركها مزيان، كنخليها 5 دقائق. صافي، من بعد ما كتسلق كنطفي عليها. هنا صافي تسلقات. صافي، من بعد كناخدها كنحطها في شي شبكه ولا، المهم كنصفيها من داك الماء السخون وغنحطها في الثلاجه حتى كتبرد. ودابا غادي نرجع معكم الحشوه. هنا حقدت كاسروله وغادي نضيف فيها زيت المائده وزيت زيتون، يعني كاس صغير ما بين زيت المائده وزيت زيتون. صافي، وكنقص على الزيت، وغادي نضيف جوج بصلات مشلضين. خليت الزيت حتى سخنات شويه، وغادي نضيف عليها جوج بصلات مشلضين، وغادي نخلط مزيان، خليهم يتشخروا واحد شويه. بعد ما تشحروا شويه غادي نزيد عليهم فلفله حمراء وخضره. هنا عندي حمراء وخضره، قطعتهم طراف صغار. صافي، وكنضيفهم على البصله وكنخلط مزيان، كنخلط كلشي مزيان. بعد ما تشحروا شويه غادي نزيد عليهم جوج الزوات صغار محكوكين، وغادي نخلطهم حتى هما مزيان. صافي، هنا غادي نخلط كلشي، نخليهم حتى يتشحروا شويه. بعد ما تشحروا شويه غادي نزيد العطريه. هنا عندي معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال الحرقوم، ومعلقه صغيره ديال الملح، ومعلقه صغيره ديال البزار، ومعلقه صغيره ديال العطريه ديال الحوت، ونص ديال الكنور ديال الحوت، واحد طريصه محكوكه ديال الثومه. صافي، كنضيف العطريه وكنخلط كلشي، كنخلط ديك العطريه باش تنسجم ليا مع البصله والفلفله وخيزو. صافي، بعد ما كيتشحروا مزيان غادي نخليهم واحد ربع ساعة باش يتشحروا مزيان. بالنسبة للحشوة خاصها تكون ناشفة، يعني ما ديروش ليها الماء وما تكتروش الزيت، ضروري ما تكون ناشفة باش هكا ما تبقاش تقطع لينا العجينة. بالنسبة ل هنا ضفت الزيتون مقطع وشوية ديال القزبور والمكنوس. صافي، وكنخلط كل شيء. بعد ما خلطت كلشي غادي نزيد، هنا غادي نزيد شويه ديال عصير ديال الحامض، من بعد غادي نزيد صوص الصوجا. صراحه صوص الصوجا كتعطي واحد البنه زوينه بزاف، وغادي نخلط كلشي.
بعد ما خلطت كل شيء غادي نزيد شوية ديال الهريسة، يعني حسب اختياركم اللي بغيتو. كاين اللي ما كيديرهاش على حساب وليدات صغار، انا درت غير شويه صافي. وكنخلط الخليط مزيان وكنخليه شويه حتى كينشف مزيان صافي. وهنا بعد ما نشفت لي الحشوه هنا صافي وجدات، نتوما كيف كتشوفوا يعني خاصها تكون ناشفه مزيان. انا صافي كلشي طاب، ودابا غادي نرجع للعجينة. هنا العجينة صافي دازت ربع ساعة، يعني العجينة صافي طلقات مزيان. ودابا غادي نبدا نقطع القطع وغادي نكورهم ونحطهم في الطاوة. الطاوة ضفت فيها بلاستيكة دهنتها بشوية الزيت. ودابا غادي نبدا نقطع العجينة ديالي على هاد الشكل ونبدا نحط في الطاوة. وصافي بعد ما ساليتهم غادي ندهنهم بشويه د الزيت ضروري، يعني ضروري غاسلين ندهنهم بشويه د الزيت باش هكا ما يبقاوش ناشفين، باش يسالوا عليا ملي نقرصهم. صافي وهنا غادي ندهنهم. صافي بعد ما دهنتهم جمعتهم وغادي نغطيهم بالبلاستيك وغادي نخليهم يرتاحوا تقريبا واحد 10 دقائق. صافي هنا خديت الزبده تقريبا 2 معالق كبار ديال الزبده، غادي ندوبها وغادي نضيف عليها شويه الزيت، يعني غادي ندوب الزبده مع الزيت. وغادي نقص النار، غادي نقص عليها العافيه وغادي نخليها تذوب حتى تطلق لينا داك الماء ديالها، يعني حتى طيب الزيت، حتى طيب الزبده عفوا، حتى طيب الزبده وتولي بحال الشكل ديال الزيت. انا خلطت مع الزيت غير حيت باش ما تحرقش، باش هكا تسهل علينا. وهي ملي دابت هاجي على هاد الطريقه، هنا عندي نشا غادي نضيفو في ديك الزبده اللي ذوبت مع الزيت. غادي نخلط معها معلقه ونص ديال النشا بالنسبه للنشا كي الدور ديالو في العجينه كيخلي لينا العجينه ديال المسمن يعني مقرمشه، ما كتكونش معجنه، كتكون بحال الورقه ديال البسطيله، بحال الشكل ديال ورقه البسطيله. كتجي صراحه زوينه في في العجينه، وحتى الحشوه كتجي يعني ما كتهبطش، ما كتخرش لينا في العجينه. صافي وهنا خلطت كلشي وغادي نبدا نقرص. هنا العجينه ديالي طلقات بعد ما دازت 10 دقائق، ودابا غادي نبدا نقرص على هذه الطريقه هذه. وانا كنرش شويه ديال الزبده والزيت وكنقرص بحال هكا، راه ساهل. صافي بعد ما قرصت غادي نمونطي العجينه على شكل مسمن. صافي وكنكتفي بهذه العمليه حتى كنزالي.
ايوا هنا بعد ما ساليت المونتاج ديال العجينه غادي نغطيها بالبلاستيك وغادي نخليها ترتاح. بما وجدت الحشوه هنا خديت الحشوه صافي بردات نشفت ودبست على شويه ديال القنبر في شاطيه وشاريه صينيه قطعتها على طريفات صغار. هنا عندي طونفيلي قطعتو على طريفات صغار صافي وخلطت كل شيء ودابا غادي نبدا نعمر الحشوه ديالي على هذه الطريقه. صافي هنا بعد ما عمرت العجينه حطيتها على هذا الشكل صافي. ودابا خديت بيضه وزدت عليها شويه صوص سوجا وخلطتهم وبديت ندهن بهم الفطائر ديالي صافي. وكندخلهم الفران على الحراره 150 وبالنسبه للدقائق تقريبا 20 دقيقه وكتسخنوا الفران مزيان عاد كتدخلوهم وكتطلعوا لهم مره مره حتى كيبانوا لكم محمرين يعني طيبين وصافي. وهذه هي النهايه ديال الفيديو ديالي وكنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. جربوهم ما غاديش تنبغوا عليهم صراحه زوينين بزاف. بالنسبه للحشوه رائعه في المذاق وحتى الشكل ديالهم واعر صراحه وكيجيو مقرمشين. وبصحه والراحه وبسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.